قصص عربية. قزم الغابة. قديما الغابة كان يحكمها القزم، وكان يعيش في قصور تحت الأرض تمتلئ بالذهب. ونادرا ما يخرج القزم، وعندما يخرج كان يحمل مفاتيح العشب ليجد طريق العودة. وفي ليلة، هش يا صغير، هيا نم بعمق. ليتنا كنا أثرياء، كنت سترتدي يا عزيزي الحرير والذهب، ووالدك ما كان سيعمل كثيرا هكذا ويبقى معنا هنا في البيت، وسنتجول في عربات ويقوم بخدمتنا الخدم، ونأكل في أطباق ذهبية بمعالق فضية، ونحصل على أفضل طعام مطلقا. ليتنا أثرياء. لابد أنه والدك. من؟ هل تتكرمين وتجعلين رجلاً مسناً متعب يتدفأ بالنيران؟ بالطبع، رجاءً تفضل. هيا استرح هنا، سأحضر لك مشروباً ساخناً. يبدو أن الشتاء سيأتي قبل أوانه. تفضل، أتمنى أن يدفئك هذا. حسناً، شكراً. رجاءً كل معنا، أنا وزوجي سيسعدنا هذا، وهو سيأتي في أي لحظة. ويل عزيزي، لدينا زائر، فلتجلس معه وسأحضر القهوة. أهلاً سيدي، تسعدني رؤيتك. شكراً جزيلاً، زوجتك طيبة جداً. لابد أنكما جائعان عزيزي، صنعت لك البطاطس التي تحبها مع الزبد والجبن، وكذلك التوابل وحلوى البرتقال أيضاً. رجاءً فلتأخذ المزيد. أكلت الكثير بالفعل، شكراً، الطعام كان لذيذاً. أين ستبيت يا سيدي؟ أظن سأبيت في كهف ما في عمق الغابة. أبداً يا سيدي، سنعد لك سريراً في غرفة المعيشة، الجو بارد جداً في الخارج، أنا مصرة. أنت طيبة جداً. فلتتفضل يا سيدي، بيتنا متواضع لكننا نحبه، وهو مريح جداً. بيتكما يمتلئ بالطيبة، شكراً، يسعدني البقاء. لماذا قلت إن بيتنا متواضع؟ كأنك تعتذر لملك سينام في كوخنا البسيط بدلاً من قصره. أحقاً لن تتعرفي عليه؟ من؟ الغريب؟ أمفترض أن أعرفه؟ يا عزيزتي، إنه قزم الغابة، ألم تري مفاتيح العشب التي في حزامه؟ ماذا؟ القزم في بيتنا الآن؟ معنا حرفياً؟ نعم. ياه، كائن مميز في بيتنا، هذا كثير جداً ومخيف كذلك. لا يوجد ما نخاف منه، أنا أنفذ التعليمات وأخذ من الغابة ما نحتاج فقط، ولم أقم بإيذاء كائنات الغابة. نعم، لكن... بالمناسبة، هو يترك الهدايا في البيوت التي يزورها. كيتي لم تنم طوال الليل، كانت تخشى وجود القزم في البيت، وكذلك كانت تفكر في الهدية التي سيتركها في الصباح. كيتي، كيتي، استيقظي يا عزيزتي، لقد غادر الضيف، وانظري ماذا ترك لنا. إن هذا ذهب كثير. ياه، ويل، لن نستخدمه كله يا كيتي، سنأخذ فقط 50 عملة وندخر البقية. لذا
أخذت كيتي وويل 50 قطعة وخبأ البقية. اشتريا أثاثاً جديداً للبيت. أوه، البيت يبدو جميلاً. نعم، لكننا متواضعان مقارنة به، صحيح؟ علينا شراء ملابس تناسب البيت. أخذ ويل وكيتي المزيد من الذهب واشتريا ملابس من الحرير والكثير من الحلي. أوه، تبدين كالملكة يا عزيزتي، وصغيرنا كالأمير. أوه ويل، هل هذا يحدث فعلا؟ كل أحلامنا تحققت. أتمنى الاحتفال. هل تصنعين البطاطس المفضلة رجاء مع الزبد والجبن؟ حسنا يا ويل، هل تطبخ الملكات؟ وهل يأكل الملوك البطاطس؟ ماذا؟ لا أحد في العالم يطبخها مثلك. بستاني قد يتسخ يا عزيزي، ونحن لسنا فقراء. الأثرياء لا يعملون، بل الخدم يقومون بذلك. لذا ويل وكيتي أحضر فريقا من الخدم. توقف ويل عن العمل أيضا، وطوال اليوم يجلس مع كيتي في المنزل في استرخاء. أشعر بالملل، ما رأيك أن نذهب للأوبرا؟ نعم هذا رائع، لكن كيف سنذهب؟ بالطبع ليس سيرا، دعنا نشتري عربة. سيدتي، ريتشارد يبكي كثيرا، أظنه يريد أن ينام على ذراعي. ليس الآن، ألا ترين أننا سنذهب للأوبرا؟ تصرفي، أدفع لك لهذا. أخرج ويل وكيتي المزيد من الذهب واشتريا عربة تجرها 7 أحصنة. الآن الجميع سيعرفون أننا أثرياء. لحظة، أوه، العربة أفخم من منزلنا. لقد بنينا المنزل معا. هذا لن يمنعنا من هدمه لنبني قصرا ضخما هنا. لذا أخرج المزيد والمزيد من الذهب، اشتريا الأرض المجاورة وأمر ببناء قصر. أوه، لماذا يبكي كثيرا؟ سيدتي، يريد الهدهدة حتى النوم، أعطيه لي. ماذا؟ توقف عن البكاء وهو معها؟ إذن أنا والدته. نعم، لكننا ندفع لها، صحيح؟ رأسي يؤلمني. لما لا تطلب الشاي؟ شربت 3 أكواب، أحتاج فقط أن يتوقف هذا الصوت. لما يبكي مجدداً؟ لقد خاف من هذا الصوت. أوه يا صغيري، إنه يخاف أصوات البناء. ماذا تريدينني أن أفعل؟ أوقفهم بعد كل الأموال التي دفعناها؟ الغداء جاهز يا سيدي. أوه، خذه بعيداً، لا أطيق النظر للطعام. وما هي مشكلتك؟ لم تعاملني هكذا من قبل. لا تبدأي في البكاء. يا رأسي، البناء، بكاء الطفل وبكاؤك. لا ترحل قبل أن تعتذر. أنا آسف. ماذا سيقول الخدم؟ ماذا تريدينني أن أفعل؟ لا تصرخ، لقد نام الطفل للتو. لا تنظري لي هكذا، لا أنعم بالراحة هنا أبدا. لم تحزن كيتي هكذا من قبل،
وتساءلت أين ذهب الحب والسعادة. أعرف ماذا سيسعدني، الأقراط الماسية التي رأيتها بالأمس. ماذا؟ ويل! 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 هل توقفين الصراخ؟ ويل! أموالنا! لقد كادت تنفد. ماذا؟ لما اشتريت الفساتين التافهة والقلادات والأقراط؟ ماذا؟ هل أنفقتها وحدي؟ ماذا عن أزرارك الذهبية والعربة والزي الحريري؟ الخادم، الستائر، الأثاث، العشاء في الخارج، القصر. كيتي، كفى. الآن لا تملكان راتبي، لا أعتني بالطفل، هل أتبناه؟ لا! لا! طفلي! طفلي! كيتي عزيزتي، هل أنت بخير؟ ما؟ ما؟ أين؟ أين ال... أوه! أكان هذا حلماً؟ أوه! هذا رائع! أنت بخير يا عزيزتي؟ نعم، نعم. ضيفنا سيغادر، علينا تجهيز الإفطار. ويل، أحتاج لأخشاب الموقد، هل تحضر المزيد رجاء؟ نعم. أخبرني ويل من تكون، لم أكن أعرف. لكنك كنت طيبة جدا، ولهذا سأعطيك هدية. لا، رجاء لا، لا تترك لنا أي هدية. لم لا؟ لا، لا أريد إفساد حياتنا السعيدة. الكثيرون تنتابهم الأحلام عندما يزورهم أمثالنا. لا، لم يكن مجرد حلم، كان تحذيراً. ها هو الخشب. حسناً ويل، تعرف من أكون، علي مكافأتك. رجاءً، لا نريد أي مكافأة. فلتفكر، قد أترك لكما هذا. لا، شكراً سيدي، لو ستترك شيئاً، فقط أعطنا حصاناً قوياً، هذا هو ما نحتاج. هذا أكيد. نعم، هذا أكيد. شكرا جزيلا لك. وهكذا عاش ويل وكيتي في سعادة كما كان دوما مع صغيرهما الذي تعلم السعادة والحب من والديه.